هي طارق، طمني، افتكرت ايه بالظبط؟ انا افتكرت مريم اللي خلتنا نفقد الذاكره. ايه؟ ليه بقى؟ انا كنت قاعد في كافيه، بالصدفه مريم كانت هناك، بس كانت لابسه ماسك ايتن كنت استحال اعرفها. لفت نظري الويب سايت اللي كانت فاتحاه على اللابتوب، هو اللي صوفيا كانت بتستخدمه، وضياء قال لي ان الويب سايت ده بيستخدموه عشان يغطوا بيه على شغله. طارق معلش بالراحه، واحده واحده، انا مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوله. انا كمان ما جمعتش في ساعتها، انا عرفت اخد بالي من اليوزر نيم اللي كانت بتكتبه، ولقطت الباسورد وكتبته في كذا حته عشان ما انساهوش، وعشان كده هي عملت فيا اللي عملته. ودلوقتي انا افتكرت اليوزر نيم، اكيد الويب سايت ده عليه بلاوي. المهم دلوقتي لازم نقوم بسرعه عشان وانا جاي كان في عربيه ماشيه ورايا. شكرا. سعد بيه، يا ريت حضرتك تكلمني ضروري عشان في حاجات كتير مهمه لازم تعرفها. طارق شايف الراجل ده؟ ماله؟ انا متاكده ان انا شفته قبل كده، انا حاسه ان هو بيراقبنا. طب يلا يلا. رجع لنفس القلق برضو. ممكن تهدي لو سمحتي؟ وبرضو طلعت بتدور على مريم، كل ده من ورايا. انا قلت انت سبت الشغل وبقيت متطمنه، طلعت كل ده كنت بتكتب عليا؟ فرح، انت بتتكلمي مع واحد ساب شغله عشانك. لا ثانيه واحده، ثانيه، انت سبت شغلك عشان انت اللي ما كنتش مبسوط وما كنتش مرتاح، سبته بمزاجك يا طارق، ما سبتوش عشاني. وبرضو كنت بتدور على مريم برضو. انت بتقوحي في ايه؟ ممكن اعرف بتقوحي في ايه؟ انا سبت شغلي وضحيت بمستقبلي عشان انت تبقي متطمنه، وبرضه في الاخر بتلوميني. يا سلام. طارق، اهدوا يا جماعه، مفيش حاجه، انا اللي بعت العربيه وراجل حراسه، انا بس ما رضيتش اقول لكم عشان ما تقلقوش. هو انت كده ما قلقتنيش يا فندم؟ انا قلبي كان هيقع. مدام فرح، اهدي بعد اذنك، معلش انا مضطر استاذن دلوقتي. انت كنت بتقول ايه بقى؟ كنت بتقول ان انت سبت شغلك وضيعت مستقبلك عشاني، مش كده؟ ايوه فرح، ما انا فعلا سبت شغلي عشانك. طب احنا بنقاوح في ايه يا طارق؟ احنا الاثنين خسرانين، لا انت كنت مبسوط ولا انا كنت مطمنه، يبقى ليه بنحاول نرجع تاني لما كده كده هي بايظه؟ بايظه يا طارق. انا ما قلتش اني ما كنتش مبسوط، انا قلت ان انا سبت شغلي عشانك، كان كفايه قوي انك تبقي موجوده عشان ابقى مبسوط. كنت، انت كنت مبسوط، دلوقتي الوضع اتغير. يعني كل ما بفكرك دلوقتي بأي حاجة كانت بينا، يا بتضحك يا بتقولي ده كان محن ودلع. طب أعمل إيه؟ أنا عشت سنين حياة واحد تاني، المفروض إنك تدوسي على الزرار أرجع طارق يعني؟ مدام فرح، معاكي ميس بوسينة، سوري على الإزعاج، بس بابا فريد نسي يجيب اللوحة بتاعته معايا، وإحنا محتاجينها ضروري في الكلاس. طيب انا لازم امشي دلوقتي، هنكمل كلامنا بعدين عن اذنك.